تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أعمال تطوير ورفع كفاءة متحفي الجزيرة للفنون والفن الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية، وطلعت الوزيرة على خطط سير مشروع الجزيرة للفنون والرؤية المقترحة لسيناريو العرض المتحفي، وكذلك مقترح استغلال الفراغات أمام المتحف ما يتناسب مع المكان وطابعه المعماري المميز، وتفقدت عددا من المخازن وقسم الترميم وسينما الحضارة ومتابعة ما يتم في المرحلة الأخيرة من عملية تطوير ورفع كفاءة متحف الفن الحديث وسيناريو العرض المتحفي وكذا المخازن.